بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وساداتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مكتب سماحة مفتي الجمهورية نقدم لك قراءة من كتاب الله العزيز، يتلوها الشيخ محمد ناصر رئيس القراء في دولة تنزانيا المشرفة. وتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر
استعدتم من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.